طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حوار المساء، والتي نركز فيها على محورين. الأول، قرار برلماني يلزم رئيس الحكومة بتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من العراق. وفي المحور الثاني نناقش تردي الخدمات في العاصمة بغداد. فاصل ونعود إليكم. توقع محللون سياسيون أن تصاعد حدة المواجهة بين أحزاب وميليشيات موالية لإيران من جهة، وبين رئيس الوزراء حيدر العبادي من جهة أخرى، فيما يتعلق بملف وجود القوات الأجنبية في العراق ينطلق من سببين. الأول، تحقيق دعاية انتخابية مباشرة تحت ادعاء الوطنية، والثاني، إرضاء الإدارة الإيرانية في ذلك. نتابع هذا التقرير ونعود للنقاش. بين يدي الانتخابات النيابية، كل شيء يبدو مطروحا طالما يحقق الدعاية الانتخابية ويضمن الحصول على الأصوات الكافية لضمان الاستمرار في الحكم. أما بعد الانتخابات، فيضيف المحللون بأن كثيرا من الوعود والمطالبات تذهب أدراج الرياح، فالوسيلة في قاموس الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية في العراق تبرر الغاية. من هذه الوعود أو المطالبات مسألة وجود القوات الأجنبية في العراق، ولا سيما القوات الأمريكية. فبعدما نجح البرلمان بمطالبة رئيس الوزراء حيدر العبادي بوضع جدول محدد بتواقيت زمنية معلنة لانسحاب القوات الموجودة في البلاد، بدأت تتصاعد حدة المواجهة بين أحزاب وكتل برلمانية وميليشيات مسلحة موالية لإيران، وبين العبادي وبعض السياسيين المقربين منه فيما يتعلق بتلك القوات. مصادر خاصة لصحيفة العرب الجديد كشفت عن خطوة ثانية ستتبع استصدار القرار البرلماني عن طريق قيام كتلة المالكي ومن معه من ميليشيات الحشد للضغط على رئيس الحكومة لوضع جدول زمني يستهدف خصوصا القوات الأمريكية قبيل انتهاء عمر الحكومة في 30 من الشهر المقبل، مستغلين الحملات الانتخابية في الترويج للأمر من باب الوطنية. وفي حال رفض العبادي ذلك، فهناك نية بحسب المصادر لمساءلته برلمانيا ومحاولة إظهاره إعلاميا كأنه مدافع عن الوجود الأمريكي في العراق وتصنيفه في معسكر آخر مقابل لها، وكل ذلك في إطار الرؤية الإيرانية والتنافس الانتخابي بالتأكيد بحسب الصحيفة نفسها، بغض النظر عن موقف الحكومة من الحاجة لتلك القوات لاستمرار خطر تنظيم الدولة على العراق كما صرحت أكثر من مرة. لكن بغض النظر عن أحقية المطلب من عدمه، يقول محللون سياسيون إن الثابت الوحيد من تلك المطالب هي أن القوى السياسية التي دفعت باتجاه إصدار هذا القرار انطلقت من سببين: الأول، تحقيق دعاية انتخابية مباشرة، والثاني، إرضاء الإرادة الإيرانية التي تمتلك القدرة على التحكم بقرارات عراقية مصيرية لارتباط أحزاب وقوى وميليشيات محلية بها، وكأن معيار الوطنية التي ينادي بها الجميع ما هي إلا مساحيق تجميل لعمالة أخرى. ولمناقشة هذا المحور ينضم إلينا الأستاذ بهجة الكردي الناشط العراقي المستقل، والدكتور هلال الدليمي الكاتب والمحلل السياسي من عمان، فمرحبا بكما معنا. أستاذ بهجة، أبدأ معك، برأيك ما الذي دفع 130 عضوا في البرلمان للتصويت على قرار يوم الخميس الماضي يلزم رئيس الحكومة حيدر العبادي بتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية المتواجدة في العراق؟ سيدي، أولا تحية لك دكتور عمر ولكل مشاهدي قناة الرافدين، حياك الله. يا سيدي، يعني واضح من هذا العدد أنه 130 من حوالي مجموع ما كان الحضور 170، على أساس أنه أغلب هذه الكتل اللي طالبت بهذا المطلب هي الكتل اللي مرتبطة مباشرة بإيران، يعني بدر ودولة الفالتون والفتح ومدري إيش، هاي المجموعات البائسة الإماعات، يعني واضح على أساس يراد إحراج المالكي على أساس المدعوم أمريكيا. شوف، الإيرانيين عنصر مهم في هذه العملية السياسية بالعراق،
وبموافقة أمريكية، فهذه واحدة من ألاعيب هذه المجموعات على أساس النيل من العبادي باعتباره عميل صغير للأمريكان وإراد إحراجه على أساس، وفي الوقت اللي يعرفون أنه لولا الأمريكان لا العبادي ولا هذه الكتل ولا هذه المجموعة البرلمانية تقدر تقعد في المنطقة الخضراء أبداً، والإيرانيين هم محرك هذه القضية، لأن أكو الآن تطور جديد عزيزي دكتور عمر، أن الأمريكان اليوم عندهم أكثر من 10 قواعد أمريكية في العراق ورسمية، وبها أكثر من 11,000 عنصر. قبل فترة احتاجوا مجموعة من هؤلاء دزوهم إلى سوريا، لأن أيضا صار عندهم 9 قواعد أمريكية في سوريا. الإيرانيين أنا هكذا أتصور يريدون أيضا أن يضمنون من الأمريكان تواجد أكبر في سوريا كما سمحوا لهم في العراق، فهذه اللعبة تدخل ضمن هذا البرنامج. يعني هؤلاء إماعات لا أكثر ولا أقل بيد إيران، وواضح أنه هذه تعليمات إيرانية إلى هذه المجموعات على أساس تنازلات من العبادي، تواطؤ، احتمال أنه ممكن بعدين لازم ندخل في اتفاقات أنه تحالفات ما بعد الانتخابات. بالعموم أمريكا تحمي كل هؤلاء اللي موجودين، وهؤلاء كلهم أصحاب ميليشيات وأصحاب قطاعات عسكرية داخل العراق، وعندهم قوة وعندهم إمكانيات. يعني هم 130، هذولا يترأسون أكثر من حوالي 100 إلى 150 ألف مقاتل بالعراق، قادة بالحشد، قادة يعني كلهم كتل، المجلس الأعلى، الفضيلة، الفتح، كتلة الفتح، دولة الفالتون، البدر، دولة القانون، كل هذه مجموعات عندها ميليشيات. هذولا يعني يتصورون أنه ممكن يطالبون أنه كبرلمانيين العبادي بإخراج الأمريكان. إذن هي برأيك ضغوط إيرانية؟ بلا أدنى شك ضغوط إيرانية سيدي. دكتور هلال، من جانبك هل ترى قرار الجدولة بأنها من باب الدعاية الانتخابية أم أنها ضغوط إيرانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولمشاهدي قناة الرافدين وللأستاذ العزيز بهجة الكردي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا في تسليط الضوء على هذه الخزعبلات التي تظهر علينا بين الحين والآخر. أولا أنا أؤيد ما تفضل به أخي أبو ياسر، قضية الادعاء الوطنية وهم أتى بهم المحتل الأمريكي، هذه حقيقة مزحة سمجة، لأن هؤلاء أتى بهم المحتل وهم صغار أمام المحتل الأمريكي، وهو الذي ساندهم ولا زال يساندهم في هذه العملية السياسية البائسة، فبالتالي يضحكون على الشعب العراقي بهذه الكلمات جدولة الاحتلال. ما هو أنت اللي أتى بكم الاحتلال، ولا أنت كنتم في مزابل العالم، جئتم إلى العراق تحت مصطلح الجندي الأمريكي، والآن تدعون الوطنية للدعاية الانتخابية وأوامر إيرانية، وحتى الأمر الإيراني، الأوامر الإيرانية والمشروع الإيراني الأمريكي الصهيوني في الشرق الأوسط مشروع واحد، وهم يتبادلون الأدوار هنا وهناك. هذه الدعايات فقط قبل الانتخابات وهي دعاية سياسية لغراض الانتخابية فقط، ليس لهم القدرة لا على التأثير ولا اتخاذ القرار. نتمنى أن يصدقوا 1 بالمليار من مما ادعوه على الحرص على العراق، لأن الحريص على العراق لا يأتي مع المحتل ويطالبه بالرحيل. هذا الكلام يقولونه لأسيادهم الذين أتوا بهم، وهم الشعب العراقي أصبح واعي كثيرا، وكل هذه الألاعيب أصبحت واضحة، فيلعبوا غيرها مثل ما يقول المثل العراقي الشهير. هذا الأمر حقيقة، الدعاء الوطنية واللبس الثوب الوطنية دائما قبل الانتخابات تزداد عندهم شحنة الكذب والدجل وعدم الحياة من الله سبحانه وتعالى والحياة من الناس، لأنه هؤلاء الناس بلا حياء، لو كان عندهم حياء فعلا لما تجروا على هذا الطلب الذي يحرجهم هم، لأنهم من هذه الأحزاب؟ من أتى بها؟ يسألون هل أتوا بثورة إلى العراق أم تقديم الدبابة الأمريكية؟ إذا تريدون تطالبون بانسحاب القوات الأجنبية من العراق، ليش ما تطالبون بانسحاب القوات الإيرانية من العراق وانسحاب الميليشيات السياسية الإيرانية التي ارتباطها بإيران مباشرة من العراق واللي دمرت ولا تزال، وباعتراف الإيرانيين أنفسهم، يعني أنا ما جبت نجيب شيء
حقيقة من جيبنا أو نتهم الإيرانيون، يقول نحن نسيطر على القرار السياسي في العراق وهم الذين يعينون من رئيس الحكومة إلى أصغر موظف في هذه العملية السياسية. نعم أستاذ باجت، يعني برأيك هل 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 يمكن أن نتصور بأن الحكومة قادرة لوحدها بكافة أجهزتها الأمنية والعسكرية على رد هجوم مماثل كالذي حدث في عام 2014 الذي شنه تنظيم داعش دون تواجد قوات أجنبية على الأرض في العراق؟ سيدي، يعني لولا الدعم الأمريكي أو ما يسمونه بالتحالف ما يحررون قرية من تنظيم الدولة. هذه أقولها وأنا مسؤول أمام الله. هذه المجموعات البائسة تقدر تحرر. إمو المالكي بالمناسبة، المالكي سألوه في إحدى اللقاءات الفضائية أخي دكتور عمر، أنه كيف أخرجت الأمريكان من العراق على أساس أنه جالس مع رئيس الكوري الجنوبي؟ يقول كنت ضيفا عنده فقال لي إحنا صار لنا 54 سنة ما أخرجنا الأمريكان، أنتوا شلون أخرجتوا الأمريكان؟ قال هددتهم، قلت لهم إذا لن تخرجوا سأقود المقاومة. طيب أنتوا تقولون عندكم 130 وأكثر من هذا العدد، وهذه 130 مسؤولة عن أكثر من 100,000 مقاتل. يلا يا مالكي شوفنا عرض اكتافك، علش الطالب العبادي؟ هو العبادي يقدر يسوي شيء؟ يعني العبادي يقدر يطلع واحد من المعتقل من هؤلاء اللي كانوا بالفلوجة ولا بالصقلاوية ولا بالموصل؟ تصور يا أخي يا عمر، هناك شخص في جرف الصخر اسمه أبو خميني حسين إبراهيم المالكي، أيضا من جماعة دولة القانون. هذا الرجل يا سيدي العبادي ما يقدر يأمره أن يطل يعني يحرك ساكن. يعني العبادي راحوا عليه ناس، يا طلعونا ناسنا معتقلين موجودين في جرف الصخر في سجونها، ما قادر يتأمر ويقضي على يعني يأمر أبو خميني يطلع واحد من الموجودين في سجون جرف الصخر. يعني هذا يقدر يطلع الأمريكان؟ يعني ربما هذه المطالبة تأتي بعد يعني اعتماد الحكومة على إيران، والآن لديها حشد شعبي ولديها قوات أكثر من 100,000 مقاتل في ميليشيات الحشد الشعبي، ربما تكون بديلة للقوات الأجنبية المتواجدة على العراق. يعني هل اكتفت الحاجة لهذه القوات يا برأيك؟ دكتور عمر، هؤلاء اليوم هاي الحكومة العميقة اللي يقودها نوري المالكي هي اللي تأمر بالعراق. الله وكيلك الله وكيلك قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس والعامري يتحكمون بالعراق. العبادي ما عنده شيء في هذا البلد. لا تشوف هذا الديكور، ترى بالمناسبة يعني موقع رئيس الوزراء بالعراق لا شيء، هناك حكومة موجودة هي اللي تقرر وهي اللي تحكم وهي اللي تأمر وهي اللي تنهي وهي اللي تفصل، وهذا كلها ديكور. هذه المجموعات ديكورات. لا يحب على التساؤل، هل ممكن أن نتصور العراق في هذه الحالة بدون تواجد القوات الأجنبية؟ مستحيل. كيف؟ الأمريكان يا سيدي يقولوها علنا، وبعد التصريح هذا تذكر هو هاي العملية كلها على أساس أنه هناك انسحابات أمريكية. الأمريكان ما انسحبوا، يعني سحبوا 500 مقاتل من أحد القواعد العراقية اللي موجودة في جنوب العراق ودوها إلى سوريا. فكانوا يتصورون أنه بدأت القوات، وهؤلاء الآن يطالبون وأعضاء برلمان ومدري إيش وكتل، وأنه لسنا بحاجة إلى القوات الأمريكية، وأنه الحشد تصور أحد المعارضين المعممين اللي موجود داخل هذه العملية السياسية المدرسي يقول لم نعد بحاجة إلى خبراء ولا إلى المستشارين أمريكان ولا مدري إيش، ونحن الحشد، ما قال الجيش العراقي قوات أمنية، قال الحشد قادر على القضاء على الإرهاب. لكن أنا أقول يا سيدي الأمريكان قالوها علنا لن ننسحب من العراق. سوف نأتي على التصريحات الأمريكية حول هذا الموضوع بالتحديد. دكتور هلال، يعني هناك من يقول بأنه نكران للجميل إذا صح التعبير، ألم تقدم هذه القوات الأجنبية بقيادة واشنطن كافة الدعم العسكري من غطاء جوي وعلى الأرض وتدريب وأسلحة وغيرها للقوات الحكومية والميليشيات؟ لماذا هذا النكران؟ هذا الأمر حقيقة حتى بالاتفاق بين حتى الأمريكان لديهم علم بهذه التصريحات ولديهم علم بهذه التحركات. هذا الأمر من باب التقية السياسية التي بدأ حتى الأمريكان يلعبون على نفس الوتر. نعم الأمريكان قدموا كل ما يستطيعون لتدمير العراق، وهؤلاء أدوات التدمير
سواء كان أحزاب أو كتل أو شخصيات أو أسماء أو ممن التحق بهم تحت غطاء العملية السياسية، هم بوصاية أمريكية وبحماية أمريكية. الأمريكان قدموا كل ما يملكون من خبرة تدميرية لهؤلاء الطيران والدبابات الإبرامز اللي الآن يستخدمها الحشد الشعبي خارج حدود الاتفاق ما بين أمريكا وبين العراق، وصرحت به الأمريكان على هذا الأساس وبالكونغرس كيف يتم استخدام الدبابات الإبرامز وغيرها. والتصريحات الأمريكية للبنتاغون الأمريكي قال عندما توقف الطيران في كل المعارك التي خاضوها في العراق كانت قيادة أمريكية هي التي تخطط وهي التي تضرب وهي التي تدمر، وهؤلاء الناس يتوقفون عندما يتوقف الطيران الأمريكي من عمل غطاء لهم. فالأمريكان عملوا غطاء واسع للحشد الشعبي ودعموه بالأسلحة والتسليح. من أين أتى الحشد الشعبي بهذه الأسلحة الأمريكية؟ نزلت عليه من السماء بموافقة أمريكية. الأمريكان لو لم يكن لديهم علم مسبق وتخطيط مسبق لتسليح هؤلاء لتدمير المناطق التي أدمت الأمريكان في مناطق المقاومة الحقيقية، والتي حقيقة كانت هناك مؤامرة كبيرة لإدخال كل هذه العناصر بما يسمى محاربة الإرهاب لتدمير هذه المناطق بشكل بشع. وكلنا نتألم عندما نذكر الفلوجة والموصل وجرف الصخر وديالة، وكل هذه المدن دمرت تحت هذا الغطاء وبغطاء أمريكي. هؤلاء الناس الذين يدعون الوطنية الآن اللي نزلت عليهم الوطنية قبل انتخابات بكم شهر، هؤلاء لا يستحون حقيقة من الكذب ولا يستحون من الضحك على الشعب العراقي، لأنه هؤلاء كلهم موسومون بالاحتلال وأتى بهم المحتل وساندهم المحتل. الآن هم يستطيعون حماية أنفسهم استنادا على إيران. إيران أيضا تلعب على هذا الوتر لتقوية الجانب الانتخابي لكتلها ولناس اللي تريد أن تتحكم بهم. وللعلم لو لم يكن الأمريكان راضون عن التحكم إيران في العملية السياسية لما استطاعت إيران أن تقدم على أي شيء، لأنه كيف نفهم تدخل الإيراني في العراق وكيف نفهم الإصرار الأمريكي على التواجد الإيراني في سوريا؟ إذن هناك مشروع مشترك ينفذه الطرفان على حساب المنطقة، والطرفين مستفيدين من هذه العمليات التي تجري في التدميرية تجري في مدن العراق وسوريا. والآن المنادات هذه لا إعلامية دعائية ليس لها ثقل سياسي وليس لها بعد آخر غير الدعاية الانتخابية التي تخدم العملية السياسية وتخدم أطراف ساهمت في تدمير العراق ولا زالت مستمرة فيها عملية التدمير الأمريكي الإيراني للعراق. نعم، في سياق التصريحات الأمريكية حول القوات الأمريكية والتحالف الدولي، يعني قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال بول فونغ أكد ضرورة بقاء قوات أمريكية في العراق وسوريا بعد هزيمة تنظيم داعش في إطار التزام طويل الأمد. قائد القوات التحالف الدولي الجنرال الأمريكي ستيفن تونسند أكد أن بلاده لن تخفض عدد جنودها في العراق بعد هزيمة تنظيم داعش. إذن واشنطن ترفض الانسحاب من العراق، ما الذي سيحدث برأيك في حال بقيت هذه الكتل تضغط على رئيس الوزراء حيدر العبادي بجدولة الانسحاب من العراق؟ شوف يا سيدي، الأمريكان أعلنوها لن ينسحبوا من العراق من اليوم إلى 20 سنة، وأنه عندهم تفويض متفق عليه من أيام المالكي وعدهم اتفاقية استراتيجية، وهذه الاتفاقية تفرض وجودهم لمحاربة الإرهاب. تدري هاي حجة الإرهاب. نعم. يعني واضحة العملية، أنه لا أتصور بعد اليوم أنه هذه الإماعات تقدر تخرج الأمريكان من العراق أبدا، ولا العبادي ولا المالكي. بعدين اللي يريد يطلع الأمريكان علش يروح على البرلمان، تعتبروهم محتلين؟ ما تقاومون إذا كنتم صادقين ولكنكم دجالين وبيادق ولا أكثر ولا أقل. اللي يريد يقاوم السفارة الأمريكية خلي نسأل المالكي والأحزاب والكتل اللي طالبت 130 كلها من كتل الشيعية ومن الحشد الشيعي ومن هاي الكتل التابعة لإيران. ما هاي السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء
أكبر سفارة بالعالم، ليش بنوها؟ ليش وافقتوا على بناء أكبر سفارة بالعراق؟ أنتوا قادرين تطلعون الأمريكان وهذول؟ يعني أنا الحقيقة لا، يعني مدى أفهم بأي منطق أنتوا شخص واحد المالكي ما يقدر يطلع من معتقل من سجن ما إلى سلطة على 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 واحد مثل أبو خميني؟ هذا يقدر يحرر يا سيدي ويقدر هذا يطالب؟ لا، هو اللي سمعته من القرار أنه هذه الكتل ستضغط على العبادي، اسمع دكتور عمر، ستضغط على العبادي من أجل إخراج الأمريكان قبل الانتخابات. يعني إيش قد بقالنا إحنا؟ إحنا باقينا 3 أشهر. يقول هذه الكتل وهذه المجموعات اللي هي من المجلس والفضيلة والفتح ومدري إيش، هذول البائسين يقول سيضغطون على العبادي على إخراج الأمريكان. أنتوا تخرجون الأمريكان والانتخابات بعد لها 3 أشهر؟ هاي المجموعات البائسة. يطلع سعد الحديثي شو يقول؟ الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء. نعم. يقول الحرب على الإرهاب لم تنتهي. لعد ليش أعلنتوا الانتصار وتشكيل كتلة النصر والخصر والمدري إيش وهاي الكتل الفاسدة؟ لما أنتوا الآن تقولون أنه الحرب على الإرهاب لم ينتهي، والأمريكان في أي لحظة يخلقون. بالمناسبة أخي، الأمريكان كانوا بحاجة إلى تدمير مدن السنة على أيدي الشيعة لكي تبقى ثأراً مدى الحياة بين العراقيين. وفي أي لحظة هذه الفتنة تعاد وممكن أن تأخذ بعد آخر وأصير مطحنة جديدة؟ الأمريكان سهلوا لتشكيل الحشد، دعموا تشكيل الحشد، أنطوه كل السلاح، سمحوا له يدخل إلى المدن ويحرق على أساس مو إحنا حرقنا هذه المدن، احترقت يعني الحالها احترقت هذه المدن، وعلى أساس اللي شايل رشاشة وكلاشنكوف من الدواعش فلش الموصل وفلش تكريت وفلش الفلوجة وأنت ماشي. مشروع استغلتكم الولايات المتحدة وضحكت عليكم، وهذول البائسين وهذه العملية كلها تريد تطلع الأمريكان هذه المجموعة البائسة يا سيدي. نعم دكتور هلال، يعني إذا ما افترضنا بأنها دعاية انتخابية المطالبة بجدولة خروج القوات الأجنبية من العراق، الدعاية الانتخابية، ما الذي سوف يستفيده المواطن على الأرض؟ المواطن يبحث عن كهرباء، يبحث عن خدمات، ليس من أولوياته هل هناك قوات أجنبية أم لا بحسب بعض المراقبين؟ أي حقيقة الدعاء الطهر من قبل الأنجاز هذا بحد ذاته يؤثر على قسم من الناس اللي يقول لك هؤلاء وطنيون وهم يريدون العراق بدون قوات أجنبية، وقد تغيرت السياسة لديهم وأصبح لديهم نضج سياسي، يعتبرون سيادة العراق أولوياتهم كما أشار البيان، وأنه يجب أن يكون هناك الاعتماد على القوة العراقية والقوات الحشد تحديدا. هذا كل الكلام يؤثر على الكثيرين وتستخدم كدعاية قوية لصالحهم، لمن يريد أن يغطي الشمس بغربال. ولكن هل هؤلاء الأشخاص يستطيعون أن يذهبوا إلى السفير الأمريكي اللي موجود في بغداد ويطالبونه باسم الشعب العراقي كونهم ممثلين الشعب العراقي بأنه ترحل القوات الأمريكية من العراق؟ ليش يطلبون العبادي؟ العبادي هو جزء من هذه العملية السياسية، وهو أتى به المحتل وهم أتى بهم المحتل. يعني لماذا يطالبونه؟ هم ممثلين الشعب، هم لا يعملون عند العبادي، هم المفروض السلطة التشريعية في البلد التي تأمر العبادي بأن ينفذ قرارها. هل لديهم القدرة على تنفيذ هذا القرار؟ وما هي الإمكانيات التي يستندون إليها لتنفيذ هذا القرار؟ إذن العملية تؤثر على الشعب، نعم دعاية انتخابية نعم، لكن هذا كل الأمر حقيقة المخجل في 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 هذا الطرح، أن يأتي شخص أتى به الأمريكان من مزابل الدول ووضعهم في برلمان، والآن يريدون أن يركبون موجة الوطنية قبل الانتخابات لإخراج المحتل الأمريكي. طيب من أدخل المحتل الأمريكي؟ أليس من واجب الشعب العراقي أن يسألكم هذا السؤال؟ من أدخل المحتل الأمريكي ومن أتى به إلى العراق؟ وكيف سهلتم دخوله لتدمير العراق والآن تطالبونه بالرحيل؟ يعني هذا المسرحية الهزلية المؤلمة المبكية، أنه هذه كلها يريدون أن يعبروها على الشعب العراقي، وأنه الشعب العراقي سوف ينجر خلف هذا الدعاية.
وهذه دعاية قبل الانتخابات تذكرون جيدا، أنا أبدأ أسوق مثلا يمكن ذكرته مرات عديدة، أي من الأحزاب، أي من الأحزاب التي أتت مع المحتل الأمريكي دخلت باسمها الحقيقي في الانتخابات، دائما يختبون خلف الأسماء الوطنية لأنهم لا وطنية لهم. والذي يريد أن يدخل باسم حزبه يبين أنه لا رصيد له، لأنه من أي حزب من الأحزاب أو أي كتلة من الكتل، أي شيء، هذه الأحزاب الكبيرة اللي يسمون نفسهم الكبيرة للحزب الدعوة والحزب الإسلامي وحزب الفضيلة والمجلس الأعلى، من دخل باسمه باسم المجلس الأعلى أو حزب الدعوة كلهم يدخلون بأسماء وطنية. وهذه المودة، مودة اللبس الوطنية للذين لا ينتمون للوطنية لا اسما ولا معنى ولا اصطلاحا، لأن الوطنية تتناسب عكسيا مع كل هذه المبادئ التي أتوا بها، وهذا الحرق والتدمير والاختلاس وكل مبادئ شرف. هناك حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: من غضب الله عليه نزع منه الحياء، ومن نزع منه الحياء، الحديث طويل، لكن هؤلاء لا حياء لهم، لو كان لديهم حياء لما تفوهوا بمثل هذه الترهات. وهم يعرفون أن الأمريكان يستطيعون أن يقيلوهم من البرلمان بأقل من نصف ساعة. نعم دكتور. أستاذ بهجت، يعني كذلك بحسب مراقبين فإن إيران تضغط على الأحزاب الموالية لها لجدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق، ما الذي تهدف إليه إيران في المرحلة المقبلة برأيك إذا كانت تضغط لانسحاب كل هذه القوات من العراق؟ شوف يا سيدي، هذا الضغط ليس حقيقي. الأمريكان بالاتفاق مع الإيرانيين، وإيران دائما أقولها رافعة، لكن هذه وأوراق ضغط جديدة يراد جر الأمريكان إلى الجلوس إلى إلى إلى, إلى تفاوض جديد لاستحقاقات جديدة في سوريا. وهم زعلانين من أن الأمريكان منعوا اتصال اللي موجود على أساس ما بين ديالى وبغداد والرطبة باتجاه سوريا ولبنان، وعلى أساس أنه هناك بناء قاعدة جديدة أمريكية في هذه المنطقة. هذه كلها يا سيدي في باب، لأنه هذا الموضوع لا يتصورون بعض المشاهدين أنه نحن ندافع عن الأمريكان. الأمريكان سبب دمار العراق وجرت كل هذه المجموعات البائسة وجندتها لمشروعها، لكن ما عندها إمكانيات أن تحرق مدن السنة باعتبار أنه تعرف القضية وعندها تجارب من البريطانيين أنه هذه المناطق، لكن جاءت بهذه الحشود والميليشيات، ومنذ أول يوم الاحتلال بعد ما وصلت هذه الإماعات، هذول المفروض يسوون تماثيل لجورج بوش ويحطوها في باب المدن اللي موجودين بها وفي باب أبواب المنطقة الخضراء، لأن لولا بوش ولولا الأمريكان تقدرون تجون. لكن يا سيدي بالنهاية الأمريكان في 6 ساعات ممكن ينهون كل هذه المجموعات، الله وكيلك، يعني هذه المجموعات خلال 6 ساعات ممكن يقضون عليها الأمريكان ويأتون. بالمناسبة تشوف الانتخابات الجديدة، هم أيضا يعني هم مسهلين صاروا الجماعة الفاسدين والسراق والحرامية، قال لك في أسوأ الاحتمالات إذا أنه صار ضغط وصار خلافات إحنا جايبين وجوه شابة، وينكو بنية حلوة جايبيها مرشحية، هذه طبعا أيضا مدروسة، لأنه إحنا نريد أصوات أصوات موجودة بالبرلمان، أما القرار والأموال والتحرك العسكري كلها بيدين هذه العصابات اللي موجودة وصار عندها قوة. دكتور هلال، في تساؤل أخير حول هذا الموضوع، برأيك ما هي الآلية التي من الممكن أن يتم اتباعها لإخراج القوات الأجنبية من العراق؟ وأولا الآلية عندما تكون هناك قدرة عسكرية وقدرة وقرار سياسي وقرار سيادي، وهذه كل هذه الأمور لا تتوفر لدى ما يسمى العملية السياسية، لأن أصلا العملية السياسية مسلوبة الإرادة، هي شكلت بأمر أمريكي وأتت بأمر أمريكي. فبالتالي عندما نتحدث عن آلية، لما تكون هناك دول لديها السيادة، لديها الحفاظ على سيادتها، سيادة حقيقية تكون نابعة من قرار الشعب، من قرار الشعب، مسنودة من الشعب، أمينة على مصالحه، ليست سارقة له أو قاتلة له، ليست أداة تدمير بيد الأجنبي، حقيقة لا توجد لديهم أي آلية لإخراج ولا جندي أمريكي ولا جندي إيراني، لأن هؤلاء هم استعملوا من قبل هاتين الدولتين في العراق، وهم أدوات تنفيذ وليست أدوات قرار أو مركز قرار. نعم. دكتور هلال الدليمي، الكاتب والمحلل السياسي من عمان، كان معنا، شكرا جزيلا لك، وأرجونا الأستاذ بهجت الكردي البقاء معنا لمناقشة المحور الثاني. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم.
أهلا بكم من جديد. عبر سكان مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد عن استيائهم الكبير من وعود السياسيين الانتخابية في الوقت الذي تعاني فيه المدينة من تردي الخدمات الأساسية فيها وغرق منازلها جراء موجة الأمطار الأخيرة في العاصمة بغداد. نتابع هذا التقرير ونعود للنقاش. واحدة من أكثر مناطق بغداد اكتظاظا بالسكان والمتاعب في آن واحد، مدينة الصدر، حيث لا طرق معبدة ولا خدمات أساسية منذ عام 2003، والكلام على لسان سكان المدينة. كل من وجهاء المدينة وسكانها خرجوا عن صمتهم وتحدثوا بلسان المتهكم عما قالوا إنها وعود سياسية كاذبة بشأن توفير الخدمات تسبق كل انتخابات برلمانية. البطانيات ما أريدها، أريد الحش الصحيح، وأريد هذا الشعب تحشوني بها صحيح، لأن هذا الشعب أكو بيه إنسان خير يشور، أكو فقير بيه. هسه هاي الجرحة تطلع الله وكيلك تبكي على حالها، الشهيد ما داير إلا بال، عنده واسطة تمشي شغلته. لم نجني من الوعود شيئا، يأتي السياسيون إلينا قبيل الانتخابات فيزينوا لنا ما تم إهماله لسنوات ثم لا شيء كما يقول السكان. يقول لك يا بني باكر اطلع لك بالمطلق لك هذا الشارع، اجي اسوي لك مجاري، اجي اجر لك مي، اجي اجر لك كهرباء، تكون كهرباء مقطعه مالتنا، كهرباء ماكو، تبليط ماكو، هاي تشوف بعينك. محلات هجرها اصحابها بسبب الاوضاع الاقتصاديه السيئه، واكوام النفايات باتت ظاهره اعتياديه في هذه المدينه. اما نصيب اغلب المنازل فهو الغرق بسبب تهالك شبكات المجاري، بينما لا يزال مرشحو الانتخابات المقبلة يسعون لكسب أصوات الناخبين بالوعود. بس روح شوفوا المناطق الجوية، شوفوا المياه، شوفوا المجاري، شوفوا البيوت الغرقت، زين، وهاي بداية نقول بداية انتخابات راح تصير. وين الوعود مالتهم؟ وين الصحيح وين الصدق؟ وتفضل شوف هاي الحدائق، شوف هاي الزبالة، شوف يعني ما صرنا نثق بالوعود، لأنه أكثر من مرة تصير حملة انتخابية من 2003 ولحد الآن وهاي الوعود كلها بدون جدوى. مجيء السياسيين إلى مدينة الصدر مع اقتراب موعد الانتخابات وتوزيعهم هدايا رمزية بدلا من الخدمات لن يغير شيئا من واقعها ولن يخفف من معاناة سكانها الذين أكدوا أن أساليب السياسيين لم تعد تنطلي عليهم. ولمناقشة هذا المحور أرحب بالأستاذ جبار الياسري الكاتب والمحلل السياسي من كربلاء، وأجدد الترحيب بالأستاذ بهجة الكردي الناشط العراقي المستقل. أستاذ جبار الياسري، هل يعقل بأن الحكومات المتعاقبة لم تستطع تقديم أبسط الخدمات في العاصمة بغداد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللسادة المشاهدين وللأخ العزيز بهجة الكردي. والله يا سيدي، يعني شر البلية ما يدمي القلب عندما نشاهد هذه المناظر وهذه الفاجعة التي حلت بالعراق منذ 14 عاما. يعني أن نحن نرى الموصل وشاهدنا أفلام عن الموصل كيف هدمت وكيف دمرت، والثلوجة والرمادي، وهذه المدن التي اجتاحها داعش بحجة اجتياح داعش وبحجة محاربة الإرهاب تم تدميرها ومحوها عن بكرة أبيها. الآن هذه المناظر وهذه المشاهد التي نراها في مدينة الصدر وفي الديوانية وفي السماوة وفي البصرة، هذه لم يدخلها داعش، لا توجد فيها أي أبسط الخدمات، لا توجد فيها بنى تحتية، لا توجد فيها، يعني نحن شاهدنا وتنشر يعني ما نشر عن العراق وما قيل عن العراق من فيديوهات ومن يوتيوبات ومن صفحات التواصل الاجتماعي لن يشهد له التاريخ مثيل في 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 كل حلقاته منذ العصور ما قبل الحجرية وحتى هذا اليوم. ما يجري في العراق يا أخي تدمير منظم، شركاء هؤلاء المجرمون الذين جاءوا على بعد خلف غبار الدبابات الأمريكية يشاركون مشاركة فعلية بتدمير وإعادة العراق كما وعدهم جيمس بيكر سيدهم عام 1991 عندما قال سوف نعيد العراق إلى القرون الوسطى، وهذا ما نراه هو هذه القرون ما قبل الوسطى. وإلا يعني ليسأل العراقيون يسألوا أنفسهم، يعني هل يعقل بلد دخلت ميزانيته أكثر من $1,000 مليار و$1,000 مليار تم سرقته داخل العراق من بنى تحتية ومصادرة أملاك الناس وأراضي الناس وبيوت الناس، تريليونين دولار تم هدرها وتدميرها. هذا حال العراق بعد كل هذه الأموال التي هدرت وصرفت
ولا توجد إلا على الورق وإلا على المشاريع وأحاديث السياسيين. بالمناسبة قبل كل انتخابات يضحكون على عقول أبناء الشعب العراقي ويوعدونهم بأحلام العصافير والوعود الكاذبة والأماني والتهاني والتبريكات وكل سنة والعراق بهذه من سيء إلى أسوأ. لم يشهد تاريخ بنغلاديش والصومال وهذه الدول الفقيرة التعيسة التي لا يوجد لديها دخل مناسب ولا توجد لديها ثروات طبيعية ولا بترول ولا غاز بحيث يكون حالها كما نرى ونشاهد ونسمع ونتنقل في 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 العراق من حي إلى حي ومن مدينة إلى مدينة. يعني اليوم يا سيدي ليس فقط هي المشكلة مشكلة البناء وإعادة الإعمار، هنالك مشكلة أيضا في تأمين المياه الصالحة للشرب والصالحة للسقي. العالم اليوم الشعب العراقي يعني نحن نعلم أنه هنالك حصار وهنالك حرب على الإرهاب وهنالك سدود. اليوم دجلة والفرات أصبح في عداد الميتين. يعني العراق مقبل على كارثة. العراق وهؤلاء يخرجون علينا بين الحين والآخر ويقولون سوف نعيد العراق وسوف نجعل من العراق دولة متطورة ومتقدمة. هذا التطور وهذا التقدم الذي نراه أمام أعيننا شيء لا يصدق ولا يعقل. وللأسف الشديد أنا كنت وما زلت وسأبقى أحمل المرجعية الدينية في النجف الأشرف ما حل بالعراق من خراب ودمار ودعم لهؤلاء السياسيين مهما قالوا، مهما خرج علينا السيد أحمد الصافي أو الشيخ الكربلائي وقالوا نحن حذرنا وقلنا لا تنتخبوا الفاسدين. الآن الفاسدون يعودون بقوائم وبأسماء ومسميات جديدة للضحك على عقول العراقيين للمرة الرابعة أو للمرة الخامسة. وكما ترى وكما يرى الناس والناس تعيش. نعم أستاذ بهجت، إذا تحدثنا بلغة الأرقام، ميزانية أمانة بغداد لوحدها في عام 2014 بلغت 2,600,000,000,000 دينار عراقي. كيف تقرأ هذا الرقم الكبير مع الخدمات التي نشاهدها في بغداد؟ قلت لي 2 تريليون 600,000,000,000 دينار عراقي، هذا في عام 2014. لا شيء، هذا بالنسبة للمسروق يعني اللي الفاسدين اللي موجودين في المنطقة الخضراء. أخي العزيز خليني بالبداية حي صديقي العزيز أبو مريم جبار الياسري وأقول لك يا سيدي هذا الفيديو شفته. نعم. وشفت الصور. نعم. الأخ جبار قال أنه نحن في عصور الوسطى. يعني هل هذا العراقي يقبل باستمرار هذه الحثالات؟ يعني هل يعقل؟ أنت تصور أخي عمر مدينة الصدر في وسط بغداد وداخل العاصمة وهذا حال الصور، فكيف بالقرى والأرياف والنواحي والقصبات والمدن البعيدة عن الإعلام وعن القنوات؟ أكثر من 50 فضائية لهذه الأحزاب وأكبر مدينة وأكبر سكاني في العاصمة. يعني أي عار، والله عار أنه أي عراقي يذهب إلى الانتخابات، وإذا يروح يوم الانتخابات تخرج تظاهرات على كل الصناديق الانتخابية ومراكز الانتخابية وتمنع أي عراقي يدخل إلى الانتخابات ويكون درس لهذه الحثالات اللي جابتها أمريكا وإيران. عيب وعار هذا البلد، بلد القيم، بلد الغيرة، بلد النخوة، العراق هكذا وصلها هؤلاء الفاسدين. وأحيي فعلا اللي قال الأخ جبار صحيح، تتحملها المرجعية وأقول قرة عين عيون المرجعيات على هذا الذي يجري. والله عار وشنار أنه تقبل بترشيح مثل هذه المجموعات البائسة. هي قالت المجرب لا يجرب. هي قالت المجرب لا يجرب. هي طلع فتوى مثل ما طلعت فتوى على هزيمة المالكي في الموصل، منهزم اللي يريد يطلع الأمريكان. مو سلم العراق ب 300 مقاتل، سلم نص العراق، روحوا قاتلوا، روحوا قاوموا. يا سيدي المفروض تطلع فتوى وعلنية وبصوت المرجع حتى الناس ترجع تلتف حول الدين والعقيدة. نعم. اليوم الناس اهتزت كل قيمها. معقولة؟ معقولة المرجعيات ما تشوف هذا الفساد وهذه المجموعات البائسة؟ لا يا سيدي، مشروع متفق عليه مع المرجعيات حرق العراق، هذا يجب أن يقال وما بعد أحد يستحي من هذا الكلام. نعم أستاذ جبار، يعني في نفس السياق، يعني بين وعود السياسيين الانتخابية
السابقة والحالية لم تنجح الحكومات المحلية بتوفير الخدمات للمواطن. هناك من يلقي اللوم على المواطن لأنه يقوم باختيار من لم يقم بتوفير له الخدمات، كيف ترى ذلك؟ يا أخي الكريم، الشعب العراقي حقيقة يعني تم النصب عليه والضحك على عقول الناس البسطاء، ونحن تابعنا الانتخابات منذ بدايتها، بداية هذه المهزلة الديمقراطية بين قوسين إلى يومنا هذا. الموضوع هو ليس يعني خارج عن نطاق الشعب العراقي. العراقي سواء صوت أو لم يصوت، يذهب أو لا يذهب، العملية محسومة ومحسوبة النتائج، ولا يصح إلا ما تريده الجارة إيران وما تريده المشروع الكوني الأمريكي في المنطقة. وإلا يعني هل يعقل أن الولايات المتحدة الأمريكية رائدة وقائدة الديمقراطية في العالم لا تعلم ماذا يجري في العراق وماذا فعل هؤلاء الذين ينقسمون إلى قسمين، أتباع إيران وأتباع أمريكا، اتفقوا على تدمير هذا البلد وعدم تأمين أبسط الخدمات فيه. والدليل على ذلك أنه هم يقولون وليس نحن نقول. يا أخي، خرج وزير النقل والمواصلات قبل أيام وقال أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد لداعش أن ينتصر ولا تريد له أن ينكسر، وفاتورة إخراج داعش من العراق كلفت المنطقة وكلفت العراق ودول الخليج 750 مليار دولار. يعني فوق كل هذا السرقات والنهيب والتدمير المنظم، دفعنا فاتورة إخراج داعش للولايات المتحدة الأمريكية ولدول التحالف 750 مليار دولار. والآن العراق لا توجد لديه لا سيادة اقتصادية ولا سيادة سياسية، كل ثروات العراق مرهونة ومرتانة للولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية وإيران لا يهمها من يحكم العراق. الأحزاب الدينية أو الأحزاب العلمانية أو ما يسمى بهذه المكونات الجديدة التي اخترعوها بعد ما يسمى فرية الحرب على العراق وداعش. نعم سيد جبار، بدون من يحرق العراق، من يكمل تدمير العراق. نعم أستاذ بهجت، يعني بغداد قبل أيام وبعض المحافظات غرقت بسبب الأمطار الغزيرة، وهذه الحالة طبعا تتكرر مع كل هطول للمطر. ما هو الضرر المالي الذي يقع على الحكومة في حال توفيرها بنية تحتية تجنب الناس الغرق بمياه الأمطار على الأقل في العاصمة بغداد؟ شوف يا سيدي، ما هو الضرر المالي؟ ما هي التكلفة؟ اليوم البرلمان أقر ميزانية العراق عام 2018 88 مليار. هم ميزانية ليست بقليلة، ميزانية كبيرة، 88 مليار دولار. شوف يا سيدي، بوجود هذه المجموعة الفاسدة لن يبنى شيء في العراق. أنا شفت جسر باني في زمن المالكي، جسر غريب حتى درج ما بي حتى تطلع فوق، لكن حاطين تواليت. يا سيدي هؤلاء ليسوا رجال دولة، هؤلاء عار على شيء. الأخ جبار يقول العراق مو العراق أصلاً ليس دولة، العراق لا يدخل في قائمة الدول، بلد من أفسد بلدان العالم، وجاية أمريكا تقول على أساس أنه ديمقراطية ونموذجية والأفضل. يا سيدي ترى العراقيين بعد 1991 أيضاً تم تدمير مؤسسات الدولة، العراقيين بقدرات وحصار بنوا بلدهم خلال 6 أشهر، يمكن سنة طولت وأعيدت الحياة الطبيعية. هاي العقول أين هي؟ هذه المجموعات قتلت الإبداع بالعراق. البلد مليان حشيشة، حبوب، مخدرات، ترياق. أنا أقول لك كل الموبقات جاءت في زمن هذه الأحزاب الفاسدة. جبار الياسري، في آخر 3 دقائق، يعني السفارة الأمريكية في بغداد أعلنت قبل 4 أيام عن إطلاق مشروع باسم تكامل تموله واشنطن بكلفة 160 مليون دولار لتحسين قدرات الحكومة في تقديم الخدمات العامة للسكان. طبعا المشروع يتضمن تدريبات على الإدارة العامة ليشمل في مرحلته الأولى 6 محافظات، هي بغداد والبصرة وأربيل ونينوى والأنبار وبابل. العراق بحاجة إلى تدريب أم بحاجة إلى إعادة إعمار وتوفير الخدمات؟ يعني 160 مليون دولار لتدريب كوادر حكومية. والله يا أخي، المية وستين مليون دولار أعتقد لا تكفي
خدمات لمنطقة الجادرية التي يهيمن ويسيطر عليها عمار الحكيم وجماعته. هذه 160 مليون دولار الذين يريدون يضحكون بها الأمريكان على الشعب العراقي وعلى ما يسمى هذه الحكومة. يا أخي أين كانوا خلال 14 عاما لرفع سمتين أو أكثر من 2014 إلى الآن؟ لنقول كان العراق مشغول بالحرب على داعش، ولكن قبلها وبعدها الآن منذ أن قضى العراق على داعش، أين كان الأمريكان وأين كان وأين تذهب موارد النفط، موارد النفط الخرافية في ظل ارتفاع أسعار البترول الآن؟ أين تذهب هذه الأموال؟ أين البنى التحتية؟ هذه يا أخي عبارة عن عملية نصب واحتيال جديدة وذر الرماد في العيون والضحك على العراقيين مرة للمرة الخامسة كما ذكرت. ولا يصح إلا هذه العملية السياسية من جذورها ومحاسبة هؤلاء الفاسدين. يا أخي إحنا نحن نريد محاسبة هؤلاء الشراق. أين ذهبت أموال العراق؟ أين المحاكمة التتاج محاكمة فلاح السود؟ نعم العربي، هؤلاء الذين سرقوا العراق يعني سرقوا الجمل بما حمل. نعم. أستاذ جبار الياسر الكاتب والمحلل السياسي من كربلاء، والأستاذ باجة الكردي الناشط العراقي المستقل، شكرا جزيلا لكما. أعزائي المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.